الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد. قال: باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله: حدثنا بشر بن آدم. بشر بن آدم البصري قال أبو حاتم ليس بالقاضي المسائي قال لا بأس به. الحق أنه صدوق له أوهام. مقرونا بأحمد بن ثابت الجزري حباب الثقات وقال مستقيم الأمر، فهو يعني يقوي بعضهم بعضا. قال: حدثنا صفوان بن عيسى. صفوان بن عيسى أبو محمد القرشي الزهري البصري قال أبو حاتم صالح وقال عجلي بصري ثقة فهو من الثقات. قال: حدثنا محمد بن عجلان وهو من الثقات. عن القعقاع بن حكيم الكناني المدني قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم ليس حديثي بأس قال محمد ثقة. عن أبي صالح أبو صالح ذا كوان السمان ومن ثقات الأثبات خير تبين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح اللون لون دم والريح ريح مسك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومن الثقات رواه جماعة. قال: حدثنا يعلى بن عبيد يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي قال ابن معين ثقة وهو ابن حمام في الثقات وهو من الثقات. قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد أيضا الكوفي أنا سأل فيه كوفي كل يعني أغلبه كوفي قال ابن معين ثقة وأيضا النسائي وابن أبي حاتم قال أبو محمد المهدي هو ثقة أو قال حجة. قال: سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه ورضاه يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. الله أكبر. من الحديث قرئ أمس الحديث ده بيقولوا أخذوا منه أظن اللي هو أي واحد فيه أول أحد قرص. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى. أوه. يعني هذا فات لونه دم. لا. أو نعم. صحيح. حرملة بن يحيى التجيبي حسن الحديث. مخلوم بأحمد بن عيسى. نعم. وهذا فيه يرصع بالمصريين. حدثنا. قال نعم. حدثنا. قال حدثنا عبد الله بن وهب. الفقيه المالكي الثقة السبت الأمين قال: حدثنا أبو شريح عبد الله بن شريح. عبد الله بن شريح المصري أيضا اسكندراني يعني المسألة رصع بالمصريين هو ثقة قال أبو حاتم لا بأس به وإذا قال أحمد لا بأس به بأس ثقة قال نسائي ثقة من الثقات. أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني المصري وهو من الثقات قال عجلي ثقة قال ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. حدثه عن أبيه وهو أسعد بن سهل بن حنيف وهو من الثقات. عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. جزاك الله خيرا. هذه الأحاديث بفضل الله جل في علاه ننتهي إن شاء الله المسائي سهلا ننتهي. جزاك الله خير. هذه أحاديث ختاما لهذا الباب باب القتال في سبيل الله يعني إخلاصا لوجه الله الكريم وهذا القتال لابتغاء وجه الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الحساب اللهم هزمهم وزلزلهم. قال: اللهم معنى أصلها يا الله وحذفت الياء وعوض عنها بالميم ولا يجتمعان إلا في ضرورة الشعر يعني لا يقال يا اللهم ما يقال. فقال: اللهم منزل الكتاب ففيها إثبات لعلو الله جل في علاه لأن التنزيل لا يكون إلا من علو التنزيل
لا يكون إلا من علو، وفيها إثبات الكتاب وأنه من كلام الله جل في علاه وأنه ليس مخلوق، ففي رد على المعتزلة، وفيها التوسل، وفيها أيضا المسألة فيها التوسل بصفات الله جل في علاه وبأفعال الله جل في علاه. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، وهذه كما قلنا فيها إثبات صفات الله جل في علاه، اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. ففيها أولا كما قلنا الذي يقاتل في سبيل الله جل في علاه يحتاج إلى عون الله جل في علاه، ويحتاج إلى البشارات من الله، مع أن النصر من عند الله، وأن المقدم المؤخر النافع الضار هو الله جل في علاه، وأن القوي المقتدر القادر هو الله جل في علاه. لذلك ومع ذلك يحتاج المرء إلى 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 ما يقويه مما يراه أثرا أمامه في هذا الباب من الأخذ بالأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما النصر إلا من عند الله، وما جعله الله إلا بشرى لكم. فالله تعالى يبين هذا الأمر على أساس أن تكون البشارة وتثبيت القلوب مع اليقين بأن النصر من الله جل في علاه. فمن الأسباب التي هي من أقوى الأسباب للنصر هو حسن صدق اللجأ إلى الله جل في علاه، وحسن الدعاء لله جل في علاه، مع حسن الأدب عند الدعاء بالتماس الأسماء الحسنى والصفات العلى المناسبة للحال المناسبة للحال. لذلك قال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، فبين أن الله تعالى قوي قادر ومقتدر، ولذلك أنزل الكتاب حجة عليهم وهو السريع الحساب يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقد استجاب الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وأما الحديث الأخير وهو من أعظم الأحاديث هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الصدق منجات، والصدق يبلغ به المرء إلى الدرجات العلى، ومن كان صادقا صدق الله جل في علاه. وأنت ترى الصدق جليا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء عمرو بن الجموح وكان من أصحاب الأعذار، وجعل الله له العذر في مسألة إتيان الجهاد ونصرة الدين، عندما قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فجاء النبي يريد أن يكون معه في الغزو غدا، فقال له: إن الله قد كتب لك العذر، وأنت لك العذر وكتب لك الأجر، فلا تتعنى. فقال: أرأيت عرجتي هذه يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لأطأن بعرجتي هذه الجنة. حتى لما جاء الأولاد يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه على الله يصدقه بما قال، أو دعوه على الله يرزقه ما تمنى. وأيضا قد جاء الرجل أنا لا أذكره الآن الذي قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذي قام إلى الله جل في علاه خاليا به داعيا راجيا متضرعا رافعا يديه، قال: اللهم غدا تعلم أني سأكون صفا مع رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني غدا بكافر صلب صلب يطلني ويبقر بطني ويخرج أحشائي ويجدع أنفي ثم ألقاك فتسألني في من أقول فيك يا رب صدق. فكان في اليوم التالي حدث معه ما دعا ربه جل في علاه، جاء جلد كافر صلب جلد جدع أنفه وبقر بطنه وأخرج أحشائه. ونحن ننتظر يوم القيامة عندما نرى الله يسأله في من فيقول فيك يا رب ويكون من أهل الجنان. فمن صدق الله صدق الله. والرجل الذي جاء للنبي قال: ما بيعتك على هذا؟ بيعتك على أن أنزل ساحة الوغى فأضرب بسهمها هنا. فقال له: اصدق الله يصدقك. فحمل إلى النبي، جاء ميتا محمولا مقتولا في نفس المكان الذي أشار عليه قد رمي بسهم. ومن صدق الله صدقه الله. لذلك قال: من سأل الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء. وهنا تعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وليخشى المرء على نفسه، إن كان صادقا في شيء هم أن يفعل أمرا فيه خير، ثم الله تعالى أراد أن يختبر صدقه فجعل له بعض العراقيل، سواء كانت العراقيل منه أو من غيره، كانت حقيقية أم وهمية، فإن الله يختبر صدقه، فلما يظهر زيفه لا يكتب له الأجر عند الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: ولو أراد له قال الله جل في علاه: ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم
فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له يا ما يا ولو أرادوا له الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كنت أسمع من علمائنا كفضيل الشيخ العلامة عاقبة النساء أن تأتي مثلي الشيخ ابن عثيمين ويقول من كان في خير وحجبه الله عنه فليخشى من قول الله جل في علاه ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولا تحسبن التأويلات تنفعك ولا تحسبن المعاذير التي تضعها أمام عينك ونصب عينك تنفعك. إن الله حكيم عليم يعلم المحل القابل والمحل غير القابل. لذلك قال ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وأما من صدق انظروا إلى الصدق. قال عمر بن الخطاب في الخطبة يخطب بالناس في خطبة ما ثم استوقفته حالة فوقف فقال وهذا حديث فيه جهالة الإسناد فيه جهالة قال الجبل يا سارية إيش ما هذا هو يصدق الله يريد نصرة الدين يريد رفع راية لا إله إلا الله ما المهم من الذي يأخذ بالراية المهم ينتصر الدين. قال الجبل يا سارية نزل فقال عبد الرحمن أخشى أن يقول عليك شيء يا أمير المؤمنين أنت في واد وتقول الجبل يا سارية. قال والله قد رأيت أن سارية ومن معه في خطر وأن حمايتهم أن يجعلوا ظهورهم للجبل فقلت الجبل يا سارية. لما جاء سارية قال سمعنا صوتا من عند الجبل يقول الجبل يا سارية. فلما أوينا إلى الجبل كان النصر حليفنا أو كان النصر لنا. انظر هنا بصدق هذا الصدق من صدق الله صدقه. لذلك من سأل الشهادة بصدق صدقه الله ومن سأل العلم بصدق أعطاه الله ومن صدق الله نعم عبد الله بن رواحة وغيره من من من, من أخيار الصحابة من صدق الله في شيء صدق الله جل في علاه. ولكن كل منا من حجب الله عنه الخير أو تلكأ في الخير أو تقاعس على الخير أو بعد عن الخير فلا بد أن يضع نصب عينيه قول ربه جل في علاه ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم اجعلنا من الصادقين أنت ترى اليهود لأنهم كانوا من النفاق وزيف القلب الله تعالى حجبهم عن كل خير. أرأيت لما قال عبد الله بن سلام قالهم قوم بهت لما كان معهم دخل عليهم فقال ماذا تقولون عبد الله بن سلام قالوا هذا مولانا هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن خلفهم فقالوا هذا حقيرنا وابن حقيرنا أعوذ بالله من غضب الله. وهذا كثير في المسلمين الآن وهي صفات مذمومة وليست ممدوحة. نسأل الله أن نتعرى عنها ونسأل الله إن كانت فينا أن يبدلها حسنة ونسأل الله الصدق والثبات ونسأل الله على الإخلاص ونسأل الله العمل لدين الله جل في علاه وحده لا شريك له وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الفوائد المستنبطة التوسل بأسماء الله الحسنى والصفات العلى فضل الدعاء علو الدرجات بصدق القلوب. في أسئلة تفضلوا حتى نذهب إلى النسائي ويكون هو آخر المحطات اليوم بفضل الله جل في علاه. وإن الله يكرمنا ويمن علينا بذلك. اللهم أدم علينا خير كما حيينا أبدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ما درجة هذه السلسلة سهل بن حنيفة عن أبيه عن جده؟ نعم هذه السلسلة صحيحة سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي وأيضا سلسلة باز بن حكيم عن أبيه عن جدي.